شو موجود؟ طيب محاضرة يوم الأربعاء بكرة ما فيش، أو ممكن بكرة مساء أنزلها حسب وقتي. أنا في عندي محاضرة مسجلة من السنة الماضية، فمش عارفة أنزلكم إياها ذا سيم يعني عادي ولا أعيدها، يعني بفكر. هي ما فيش تغيير عليها بالنسبة للكومبلمنت. طيب اليوم خلاص قعدتوا بلش يا رب. في أسئلة على محاضرة امبارح؟ طيب اليوم هو آخر موضوع بموضوع الأدابتيف سيستم. خلينا نحكي، مش رح نبطل نحكي عن التي والبي لمفوسايت، ولكن المفروض صار في عنا فهم كافي للبي والتي لمفوسايت. نروح نحكي عن السلسلة انتراكشن بالنسبة للبي والتي لمفوسايت حتى يتحولوا لإفكتور بي أور تي لمفوسايت. رح ناخذ عن اللي هم كيف بصير عنا سلسلة انتراكشن، ورح ناخذ في نهاية المحاضرة جزء عن الميموري بي وتي لمفوسايت. التي سيل ريسبتور ريكوجنايز انتيجين اونلي اف بريزنتد باي ام اس سي كلاس 1 انتيجين اون انتيجين بريزنتنج سيل. هذا صارت قاعده بالنسبه لنا، انه تي لمفوسايت ار ام اس سي كلاس 1 اند 2 ريستريكتد. يعني تي لمفوسايت هي معتمده تماما على ام اس سي كلاس 1 و 2، بالاضافه للكوست سيميلاريتي سيجنال بروفايدد باي انتراكشن وذ اكسسوري سيلز. هذا معلش حدا يسكر الباب اغلبكم. طيب الاوتكم از بلازما سيل افكتور تي سيلز الايدر يا تي هيلبر يا سايتوتوكسيك تي لمفوسايت، النتيجه النهائيه بعد اللي هم سلسله انتراكشن. كلنا بنعرف انه البي لمفوسايت دايركتلي بايد ذا انتيجن ثرو بي سيل ريسبتر، وحكينا في اللي هو في البدايه بالبرايمري ريسبونس اول مره في الجيرمينال سنتر في عنا شيء بنسميه دندريتك فوليكل دندريتك سيل، هي مسؤوله عن هذا الشيء. لكن في النورمال كيسز انه البي لمفوسايت تيك ذا انتيجين دايركتلي باي بي سيل ريسبتر، بايند ذا انتيجين دايركتلي من خلال البي سيل ريسبتر. او ترتبط اللي هو البي سيل ريسبتر بالانتيجين، ذيس از ذا فيرست سيجنال فور بي لمفوسايت، بس مش هو اللي بيحولها لفكتور بي لمفوسايت. لازم يصير عندنا ايش؟ انه البي لمفوسايت تاخذ الانتيجين تعمل له بروسيس، تاخذ الانتيجين مع الريسبتر بتدخله لجوا الخليه، تعمل بروسيسنج للانتيجين ماشي، تعمل برزنتيشن عن طريق الام اس سي كلاس 2. لمين بدها تفرجيه؟ لسي دي 4 بوزيتيف تي لمفوسايت. مين السي دي 4 بوزيتيف تي لمفوسايت؟ شو عليها؟ تي سيل ريسبتر. التي سيل ريسبتر في شرطين اساسيات، لازم يكون هالسلف ام اس سي كلاس 2 والانتيجين كومبلمنتري للتي سيل ريسبتر، بالاضافه للاكسسوارز اللي بيكونوا موجودين عشان يكملوا اللي هو سيل سيجنالينج لداخل الخليه. هاي البروسيس بتصير بالنسبة للبي بي لمفوسايت. الميولوجيكال ساينابسس حكينا عنه سابقا، اللي هو ساينابسس اللي بيصير عندنا فورم از ريزلت اوف ذا تايت اوبوزيشن اوف ذا تي وذ اللي هو انتيجين بريزنتنج سيل اند اتس ذا سايت وير ذا تي سيل ريسبتر از تريجرد باي اتس انتيجين ليجاندز. نرجع مرة ثانية، هاي سي دي 4 وهي انتيجين بريزنتنج سيل. الانتيجين بريزنتنج سيل ات كود بي لمفوسايت دندريتك سيلز اور ماكروفاجز، واحدة فيهم. هاي هي السي دي 4 بوزيتيف تي لمفوسايت، عليها تي سي ريسبتر، عليها سي دي 4 وعليهم الاكسسوارز موليكول هم سي دي 3 وعليهم هم الاذر اديجن موليكول والسيجنالينج موليكول المهمة بالنسبة للبايندنج هارد. الانتيجين بريزنتنج سيل تاخذ الانتيجين تعمل لهم بريزنتيشن عن طريق الام اس سي كلاس 2 مرة ثانية، هذا كومبلمنتري للتي سي ريسبتر اند ذيس از سيلف ام اس سي. بعمل بظبط بالباب. لما تسي سيلف اند الانتيجين كومبلمنتري للتي سيل ريسبتر. This is the first signal. هذا كل ستراكشر لسي دي 4. السكند امبورتنت بالسينابسز انه يكون مرتبط عندنا سي دي 28 ماشي لسي دي 80. سي دي 80 على الانتيجين بريزنتنج سيل اور هي بي 7 بسموه، وسي دي 28 موجود على اللي هم سي دي 4. بالإضافة إلى ذلك في عندنا الأدهيجن الـ FA1 والـ ICAM، مهمات بعملية تقريب الخلايا من بعضهم. في عندنا برضه اللي هم CD40 وCD40 ليجند، الليجند على CD4 وCD40 على الأنتيجين بريزنتنج سيل. بالنسبة للبي لمفوسايت هذا مهم، موضوع الكلاس سويتش راح نحكي عنه بعد شوي. لازم يكون هذا موجود حتى يعمل كلاس سويتش من IGM
هيكمل عندنا اللي هم يتحول من اي جي ام للاذر اللي هم سب كلاسز اوف ذا انتي بودي. هذا الميونولوجيكال سينابسز لازم يكون بهذه الطريقه، احنا حكينا عنه كمان سابقا حتى يصير في عندي انتر اكشن. نرجع للبي سيلز. البي سيل زي ما حكينا سواء كانت زيها زي كمان الانتيجين بريزنتنج سيل، البي لمفوسايت السيجنال الاولى بتكون جاي من هون البي سيل ريسبتر بايندينج تو اللي هو الانتيجين. مين هذول؟ الفا وبيتا اللي هم ايش؟ مهمات بالسيجنالينج للخليه. هاي سيجنال نمبر 1. سيجنال نمبر 2 انه هي تدخله تعمل انترايزيشن وتدخله لداخل الخليه وتطلعه على ايش؟ على علامات سي كلاس 2 للتي سيل ريسبتر سي دي 4 السي دي 3 موجودين، ومره ثانيه لازم يكون الانتيجين كومبلمنتري للتي سيل ريسبتر. هاي الارتباط هون هو بيعمل سيجنالينج للخليتين للبي والتي في ات ذا سيم تايم، يعني في عندي هون سيل سيجنالينج وفي عندي هناك سيل سيجنالينج للبي لمفوسايت. بيضل عندنا النقطة المهمة اللي هو سي دي 80 أو البي 7 على البي سيلز أو أي أنتيجين بريزنتنج سيل عليها بي دي سي دي 80 أو بي 7، وعلى التي سيل ريسبتر اللي هو سي دي 28. ماشي، ارتباط هذا بيعطي سيجنال لمهمة للتي لمفوسات عشان تبلش عملية السيتوكاين سكريشن. الآي كام والآي ألف مهمات بتقريب الخلايا. السيجنال الأخيرة بالنسبة للبي لمفوسات والمهمة اللي هي بايندنج اوف سي دي 40 والسي دي 40 اللي قاعد الموجود على التي هيلبر، وهذا الاكتيفيشن مهم بعمليه الكلاس سويتش، يعني في حاله اللي هو دخول انتيجن مهم عندنا الكلاس سويتش في هذا البايندنج بالذات. البي سيل سكريت اللي هو مينوغلوبين الاي جي ام انتل ذي اندرجو اي جي جي كلاس سويتش which is regulated by cytokines secreted from T helper or dendritic cell اللي كمان بتكون موجودة في المحيط. مثلا عندنا T helper هاي B cell receptor bind to the antigen cell processing طلع علامات C class 2 T cell receptor CD4 T helper cell signaling. طبعا الأشياء الثانية مش حاطينها هون لكن اللي بصير هاي اللي هي signal الأولى ال B والسيل are engaged in antigen recognition and become activated. المرحلة الثانية السي دي 28 مع السي دي 80، سي دي 80 على اللي هو على البي سيلز وسي دي 28 على التي هيلبر، هاي واضحة؟ وهي كمان برضه بصير لها هون انجيجمنت اللي هو سي دي 40 بسي دي 40 ليجند على التي هيلبر. شوفوا شو بيصير في هاي الحالات، طبعا مع وجود السايتوكاين الاكتيفيشن للتي هيلبر بالتي هيلبر بتبلش تفرز سايتوكاين، نوع السايتوكاين اللي بتفرزه التي هيلبر هو بحدد الكلاس سويتش. فمثلا عندنا البي لمفوسايت ستيميليتد بالسايتوكاين هو انترفيرون، اذا التي هيلبر انتجت الانترفيرون بصير في عندي كلاس سويتش لاي جي جي، والاي جي جي مهم بالانترفيرون مهم بالفيرال انفكشن والاي جي جي كمان مهمه بالفيرال انفكشن. وين سؤال اللي ترى الفيرال يعني الاي جي جي كيف بدخل للفيروس جوات الخليه؟ هو مش بدخل للفيروس جوات الخليه لانه الفيرال انتراسيلولار، مش اللي بصير انه الاي جي جي بدخل للداخل، اللي بصير اثناء اللي هو ريبليكيشن للفيروس لما بده ينتقل من خليه لخليه ثانيه الانتي بادي هذول بيمسكوه بيعملوا له نيوترلايزيشن بخليهوش يدخل على خليه ثانيه، مش بفوتوا لهم ولا جوا بستنوا تا يطلع لبرا. اوكي، فهاي مهمه بالنسبه للاي جي جي. والانترفيرون احنا حكي عنه المره الجايه ايش ليش سموه انترفيرون؟ بتعرفوا ليش سموه انترفيرون؟ ما بتعرفوا انترفير وذ وات؟ ريبليكيشن لمين؟ للفيروس. ليه سموه انترفيرون؟ لانه بيعمل انترفير وذ فيرال ريبليكيشن، بخليش الفيرال يصير بيعمل له بلوك للريبليكيشن تاع الفيروس، فعشان هيك سموه انترفيرون. طبعا هم كلاسز جاما واشبه بس اشهر شيء جاما انترفيرون، لانه ما بخليش ايش؟ بيعمل انتراكشن مع ما بمنع اللي هم الفيرال ريبليكيشن. طيب البي سيل هون في هاي الحالة إذا كان السيميليشن بالآي ال 4 يعني التي هناك كانت تي هيلبر 1 وهسا رح نحكي كيف رح تصير تي هيلبر 1، وإذا كانت تي هيلبر 2 وبتفرز آي ال 4 رح يصير عندنا ايش؟ كلاس سويتش من آي جي إم لآي جي إي، رح يتحول عندي لآي جي إي. وفي الحالة الأخيرة إذا كان عندي اللي هم دندرتك سيل مع الأكتيفيشن حتى للتي هيلبر 1 بتحول كمان الانترفيرون اللي بينتر كمان بصير تفرز عندنا كمان تي جي اف بيتا، وتي جي اف بيتا بيحول الاي جي ام لاي جي اي.
طبعا السيتوكاينز الموجودة في المحيط اللي اللي بيخليها تصير هيك او بيخليها، يعني مين يخلي الخلايا تفرز IL-12 او اي انترفيرون، هو الباثوجين اللي بيدخل حسب نوع الباثوجين اللي بيدخل. طبعا الانتراكشن اللي حكيت عنه كان بين اللي هم الهيلبر مع الانتيجين بريزنتنج سيل، اللي هم سواء كانوا اللي هم دندرتك او ماكروفاجز او بي لمفوسايت. كلياتنا كنا بنعرف انه التي هيلبر وظيفتها تعمل هيلبنج للبي لمفوسايت عشان تبلش البرودكشن للانتي بادي، لكن برضه كمان في عندي انتراكشن بين اللي هم سايتوتوكسيك تي لمفوسايت والتي هيلبر. تي هيلبر هي اللي بتكمل الاكتيفيشن تاع، يعني لازم تيجي سيجنال من الهيلبر حتى يصير في عندي ايش تتحول سايتوتوكسيك لافكتور سيلز. كلكم بتعرفوا انه سي دي 8 هي متخصصه للفايرال انفكتد سيلز، واللي ايش بتتعامل ريستريكتد لمين؟ للي هو ام سي كلاس 1، يعني الانتيجن لازم يكون على ام سي كلاس 1. واي شيء انترا اندوجينيوس راح يصير له ايش برزنتيشن عن طريق ام سي كلاس 1. لو جينا على سايتوتوكسيك هون هذا ام سي كلاس 1 عليه انتيجن، هون سايتوتوكسيك تي لمفوسايت سي دي 8 تي سيل ريسبتر. تي سيل ريسبتر هذا سيلف ام سي كلاس 1 كومبلمنتري للتي سيل ريسبتر راح يعطيني السيجنال الاولى، لكن لسه ما تحولش لافكتور. لما تتحول فل افكتور لازم يكون في عندي هيلبر عم تفرز سايتوكاين عشان تساعدها. كيف اللي بيصير؟ انه يا اما بتكون نفس الخليه فيها نفس الانتيجين بريزنتنج سيلز فيها هي اللي فيها الفيروس، او انه ممكن تكون اثناء كمان ريبليكيشن للفيروس اخذته من المحيط وحملته على مسي كلاس 2. يعني يا اما بتكون هي نفسها فيها فيرال، يا اما بتكون اثناء ريبليكيشن اذا كان الفيرال في اي خليه ثانيه. في هذا المثال المحطوط هون هي حاطينهم اثنين مع بعض، يعني هي انتيجين بريزنتنج سيل فيها فيرال انفكشن. طيب هي اخذت جزء من الانتيجين وحملته على مسي كلاس 2 لمين؟ للسي دي 4 بوزيتيف تي لمفوسايت تي سيل ريسبتر سي دي 4 ام سي كلاس 2 انتيجين كومبلمنتري سي دي 28 اللي هي بي سي دي 80 او البي 7، هذا كله موجود راح يعطي سيجنال لسي دي 4 انها تفرز شيء بنسميه اي ال 2. بالاي ال 2 البرودكشن له بصير عندنا ايش؟ بيرتبط بالريسبتر اللي موجود على السيرفس للسايتوتوكسيك واللي هو اي ال 2 ريسبتر، واللي هو بيكمل السكند سيجنال بالنسبه للسايتوتوكسيك تي لمفوسايت، بس هذا ديفرنشيشن تتحول لفكتور سايتوتوكسيك تي لمفوسايت تعمل كيلينج للخليه. وضحت؟ ولا اعيد؟ كويسه؟ ماشي الامور. طيب في شيء؟ حلو الجدول هذا، طويل بس هذا الجدول بيشبه جدول اخذته سابقا اتوقع في بدايه المحاضرات، كان بيحكي عن الاميون ريسبونسز اذا كان عندي انترا سيلولار او اكسترا سيلولار او سيرفس باثوجين احنا بنسميه. هو بعطيني كيف اللي هو بدايه الباثوجين اللي بيدخل هو اللي بحدد نوع الريسبونس، فخلينا نمشي فيهم واحد واحد نشوف شو بيصير. اذا كان عندي الانترا سيلولار باثوجين زي المايكوبكتيريوم تبركلوسيس زي الفيروسز مثلا، شو اللي بيصير؟ او البروتوزوا، بعض انواع البروتوزوا بتكون انترا سيلولار، ببلش عندنا الانيشيشن دائما بالنيت اميون ريسبونس. النيت اميون ريسبونس عندنا ماكروفاجز دندريتك سيل وناتشرال كيلر سيلز لكون هو انترا سيلولار. الانترا سيلولار بده ايش؟ بده اللي هم ناتشرال كيلر سيلز از النيت. طيب الماكروفاجز والدندريتك سيلز ببلش عندنا الاول شيء الماكروفاجز دندريتك سيل تفرز اي ال 12. مين بخليها تفرز اي ال 12؟ اللي هو نفس الباثوجين اللي دخل، هو ارتبط بالماكروفاجز او دخل للماكروفاجز فخلاها تعمل اكتيفيشن او تفرز اي ال 12. الناتشرال كيلر سيل بتبلش تفرز انترفيرون جاما، ماشي بالاكتيفيشن تاع الماكروفاج تفرز اي ال 12، الناتشرال كيلر بتاثير اي ال 12 بتبلش تفرز انترفيرون. الانترفيرون بخلي التي هيلبر 0 تتحول لتي هيلبر 1، مش هي كانت زيرو تصير تي هيلبر 1. تي هيلبر 1 ايش السايتوكاين اللي بتفرزه؟ انترفيرون جاما. انتهى دورهم هون الانيت. لا، الانترفيرون اللي بتفرزه تي هيلبر 1 بياثر على الماكروفاجز والناتشرال كيلر سيلز، بخليها تزيد الفاجوسايتوسيس والناتشرال كيلر يصير لها اكتيفيشن اكثر تعمل كيلينج للخلايا اللي فيها الفيرال انفكشن. مين اللي بتحفز؟ هي هيلبر 1 عشان تساعد السايتوتوكسيك تي لمفوسايت.
الآن البي لنفوسايت لها علاقة، نعمل علاقة حتى يصير في عندي تحويل من الاي جي ام، يصير عندي ايش كلاس سويتش لاي جي جي. والاي جي جي مهم بالفيرال نيوتراليزيشن، بيمنعه انه يدخل للخلايا مره ثانيه، بيعمل له بيحيط فيه فبيعمل له نيوتراليزيشن. ما فيش اي شيء لحاله بيشتغل، كله شغال. طيب في عندنا الماستر ترانسكريبشن فاكتور اللي بيخليه يعني هاي الخليه تصير تي هيلبر 1 وبس تفرز انترفيرون جاما. في عندنا شيء بنسميه تي بي اكس 21، هذا 21 هو اللي بيعطي عندنا اللي هو مميز للتي هيلبر حتى يعني تنتج انترفيرون. هسا كلهم موجودين في الخلايا، ما كلهم موجودين بالتي هيلبر زيرو. اللي بيصير له اكتيفيشن اللي هو تي بي اكس 21 هو اللي بيخليها تفرز انترفيرون، ما تفرزش الاشياء الثانيه. طيب في حالة اللي هو إذا كان عندي سيرفس باثوجين، في سؤال؟ ناتشرال كيلر سيل. لا الناتشرال كيلر بتبلش أول شيء الإنيت بعدين الأدابتيف. يعني الإنيت إيش؟ تفرز. طبعاً. يعني شو اللي بيميز التي هيلبر عن غيرها؟ هي المين سايتوكاين تبعها انترفيرون. يعني هم بفرزوا كمان هي بتفرز تي هيلبر، وبترجع تاثر عليهم ويزيد الاكتيفيتي تبعتهم. طيب في حاله اذا كان عندي سيرفس باثوجين زي الهلمنثس او الارثروبوز، الهلمنثس اللي هم الورمز، زي الورمز زي مثلا التيناسيجيناتا او التيناسوليوم اللي هم مثلا ديدو الشريطيه زي الاسكارس، كل هاي بنعتبرهم هلمنثس. الارثروبوز اللي هم المفصليات، بعض انواع المفصليات ممكن يعني تدخل لداخل الجسم. مين اللي ببلش في هاي الحالة؟ unknown، يعني مش معروف مين الخلية اللي بتلتقط في البداية. شوي هو الباثوجين هو كسيرفس كبير، يعني كورم كبيرة، مش سهل انه يصير له فاجوسايتوسيس، مش سهل انه يصير له لحديتها. مين اللي ببلش؟ يعني شوي عليها شغل. مين اللي بيستجيب بالنسبه لاهداف تي هيلبر 2؟ تي هيلبر 2 كانت تي هيلبر 0 بسبب يعني خليه بلشت تفرز اي ال 4، يعني قبل حتى تي هيلبر ما تنتج اي ال 4 في خليه قبلها قاعده بتفرز اي ال 4 عشان تتحول لتي هيلبر 2. تي هيلبر 2 بيبلش عندي يفرز اي ال 4 واي ال 5. الاي ال 4 والاي ال 5 بيعملوا اكتيفيشن للماسلز، للايزينوفيز، للجوبلت سيل، للهايبر بليجيا سموث مسل هايبر تروفي. ليش سموث مسل كونتراكشن بيزيد؟ عشان نحاول ايش انه الورم تطلع، ما تضلش ماسكه في الـ في الـ في الـ في الانتستين عشان يصير انقباضات فتفك. طيب مين الادابتيف سيستم الافكتور؟ هون عندي الاي جي اي، يعني ايش؟ عندي اي جي اي اللي هي كلاس سويتش من اللي هو الاي جي ام لاي جي اي، والماستر ترانسكريبشن فاكتور اللي هي جي اي تي اي و3 اسمه اللي بيصير له ترانسكريبشن في هاي الحاله، يعني هو اللي بيخلي انتاج الاي ال 4 والاي ال 5. بالنسبه للبكتيريا الانفكشن او اللي هم زي الكانديدا كمان اللي هم بعض الفنجس اللي ببلش عندنا البدايه اللي بتاخذ الماكروفاجز والدندريتك سيل، وهي نفسها اللي هون، يعني الاي ال الماكروفاجز هي نفسها اللي هون، لكن حسب نوع الباثوجين بيخلي شغل الماكروفاجز يصير. يعني انا في عندي ريسبتر على الماكروفاجز هي اللي يعني مثلا في حاله البكتيريا او في حاله الكانديدا في لهم اللي هم بنسميهم ريكوجنيشن موليكولز موجوده على الريكوجنيشن ريسبتر اللي موجوده على السيرفيس تبع الخلايا الانيت اميون سيستم، مثلا زي ال بي اس اللي حكيت عنه، زي في اشياء فهي بتعمل اكتيفيشن حسب نوع الباثوجين اللي بدخل بصير ايش انتاج السايتوكاين محدد. فحالة اللي هي الكانديدا مثلا او حالة اللي هو البكتيريا ستافيلوكوكس اي ال 23 سكريتد باي ماكروفاجز ودندريتك سيل، هناك كان اي ال 12 هون صار اي ال 23. مين راح تستجيب؟ تي هيلبر 17. هون مين راح تتحول من تي هيلبر 0 لتي هيلبر 17؟ تي هيلبر 17 السايتوكاين اللي بتفرز ليش سموها 17؟ لانه سايتوكاين كان اي ال 17، والاي ال الارقام هاي حسب الاكتشاف، يعني تسميتها اي ال 1 و 4 5 حسب الاكتشاف، يعني حسب ما اكتشفوهم انترليوكن 1 انترليوكن كذا. فهي 12 بايش؟
لا 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 IL 17 برضه هي كمان اللي ترسمت امبارح من الكتاب السابق او مش من السابق ناسي يعني نص الكتاب هذا هذا الكتاب الجديد بس هي على فكره يعني هي مذكوره از اكزامبل او تي هيلبر 17 بس برضه كمان تي هيلبر 1 كمان لها الى يعني تي هيلبر 1 لها علاقه كمان بالبكتيريال الى جزء ايش 12 قصدك بفرز؟ لا كان بفرز 12 مش عارف والله ناسي اذا كان مكتوب هيك بالضبط ولا لا بس عندنا اي ال 23 على فكره اي ال 23 وتيلبر 17 اصلا ما كانتش مذكوره سابقا بالنسخه اللي قبل ما كانتش مذكوره بالنسخه القبل طيب تيلبر 17 تفرز اي ال 17 والاي ال 17 بتاثر على النيوتروفيلز والنيوتروفيل بصير عندنا تصير هاي اكتيفيشن تعمل فاجوسايتوسيس اكثر او تفرز اللي هو انتي مايكروبيال بيبتايد من الماك من النيوتروفيلز او كمان من الابيثيريال سيل برضه كمان هون بيحكوا انه الانتي بادي ما لهوش علاقه بالنسبه للبكتيريا الانفكشن وحكينا عنه سابقا الانتي بادي كمان بيلعب بالبكتيريا الانفكشن دور ما بعرف ايش هو مصر انه هي ما لهاش علاقه بالانتي بادي ار او اللي هو ار الرور جاما تي هم الترانسكريبشن فاكتور اللي بيشتغلوا هون في هاي الحاله شوف هون في حالة تنبلشوا لنا فيها إذا كانت الماكروفاجز أو إذا كان عندنا كانديدا أو كان عندي بكتيريا فعندنا اللي هم هو ترى حسب نوع البكتيريا كمان مش كل البكتيريا بتحفز إنتاج الـ IL 23 ولا كل البكتيريا بتحفز إنتاج الـ IL 12 أظن هذا السبب الرئيسي طيب الماكروفاجز ريكوجنايز كانديدا يوزنج الباتر ريكوجنيشن موليكولز أو ريسبتر اللي حكيت عنه على السيرفس بخليها ايش تعمل سكريشن للـ IL 23 الاي ال يعني هي مرتبط بالريسبتر بلشت تفرز اي ال 23 الاي ال 23 بروح بحول التي هيلبر 0 لتي هيلبر ايش 17 بس طبعا هون لازم يكون ايش كمان شايفيته عن طريق الاماتي كلاس 2 عشان تصير اكتيفيشن وتبلش تفرز يعني واحد فيهم وجود اللي هم الاي ال 23 ووجود برضه طبعا الانتيجين محمول معمول برزنتيشن على اللي هو الاماتي كلاس 2 فببلش عندنا ايش الكانديدا هي كان اي ال 23 فبتبلش تتحول من تي هيلبر 0 تي هيلبر 17 تي هيلبر 17 بتفرز عندنا اي ال 17 الاي ال 17 اللي هو عندنا اتراكت نيوتروفيل تو سايت اوف انفكشن وظيفته انه يجذبها لا سايت اوف انفكشن ستيميليت ابيثيليال سيل تو سكريت مايكروبيال بيبتايد بتخلي كمان ايش الابيثيليال سيل تفرز عندنا اللي هو الانتي مايكروبيال بيبتايد في عندنا اللي هم في حالة إذا كان عندي اللي هو انتراسوليولر زي الفيرال انفكشن مثلا بصير عندنا ايش؟ الماكروفاجز تفرز عندنا اي ال 12. الاي ال 12 اللي موجودة هون عندنا الاي ال 12 بتأثر عندنا على التي هيلبر 0 تتحول تي هيلبر 1. طبعا نفس الشيء لازم يكون معمول برزنتيشن عن طريق الام اس سي كلاس 2 لجزء من هذا الانتراسوليولر مايكروب بيكون معروض للام اس سي كلاس 2. الاي ال 12 مع هذا البرزنتيشن بيخلي التي هيلبر 1 انها تفرز كمان عندي انترفيرون بلش عندي تفرز انترفيرون جاما الانترفيرون جاما اللي بتفرز التي هيلبر كمان بفرز هناك مش حاطين ناتشرال كيلر بس الناتشرال كيلر موجوده في المعادله هناك الانتر بتبلش تفرز كمان انترفيرون سيميليت ناتشرال كيلر اند ماكروفاجز بخليها ايش تعمل ستيميليشن اكثر للناتشرال كيلر وللماكروفاجز الانترفيرون بيخلي البي لنفوسايت تعمل كلاس سويتش وتحول اي جي جي والتي هيلبر انها تعمل عندنا لما بصير تتحول لتي هيلبر 1 بتقفل على تي هيلبر 2 يعني ما بصيرش تتحول لخليه تي هيلبر 2 فهي ايش؟ انهبت اللي هو تي هيلبر 2 سيلز يعني ما بخليهاش تصير عندي تي هيلبر 2 يعني تروحش باتجاه تي هيلبر 2 في حاله اذا كان عندي ورم اذا كان عندي ورم بالجت مثلا الانون زي ما حكينا سيلز بتبلش تفرز اي ال 5 وعلى ال 13 في هذا المكان لما يكون في عندي ورم الاي ال اللي هم 5 واي ال 13 ما بتحول لتي هيلبر 2 وتي هيلبر 2 بتبلش كمان تفرز اي ال 5 واي ال 4 هي واحد من سايت كوينز اللي بتبلش تفرزهم بياثر عندي على بعمل سيميليشن للماسلز والليزنوفيلز هاي الليزنوفيلز المكتوبه هون والبي سيلز بتعمل كلاس سويتش لاي جي اي بسبب الاي ال 4
والاي ال 4 بيعمل انهبت هون غلط، الرسمه صح وهون غلط الكتابه، ترى تعمل انهبيشن للتي هيلبر 1 مش 2، الكتابه غلط الصوره صح، يعني هون صح تي هيلبر 1 بس هون مكتوب 2. وبرضه بتعمل لهم بالجات، بس عندنا ميوكاس سكريشن وسموث مسل كونتراكشن، عشان ايش الاي ال 4 طبعا بياثر على السموث مسل، عشان ايش تعمل كونتراكشن وتنزل الورم من الانتستين ما ضلش موجوده. اوكي طيب، بتي بي بي تي بالبي تي سيل انتراكشن انا حكيت مهمه كمان عندنا اللي هو سي دي 40 وسي دي 40 ليجند بموضوع الكلاس سويتش. هذا كلينيكال بوكس بحكي عن طفل عمره 10 10 مانث، دائما عنده سيريس بكتيريال تشيست اند ساينس انفكشن، من كان عمره يعني من كان عمره 3 شهور بضل يصير عنده هذا الشيء. فلما عملوا اميونوجلوبولين تيست وجدوا انه الاي جي جي عنده منخفض كثير، ما فيش اي جي جي، والموصلي عنده اي جي ام والاي جي اي كمان مش موجود، فعنده دائما موصلي هم الاي جي ام، وهي عندنا شيء بنسميها هايبر اي جي ام سيندروم. لما رجعوا للجينيتك تيست وجدوا انه عنده مشكله بالسي دي 40 وسي دي 40 ليجانز، فيش اكسبريشن للسي دي 40 ليجانز على التي سيلز مش موجوده، فالكلاس سويتش ما بصيرش، بضل عنده ايش ثابت اللي هم الاي جي ام، والاي جي ام مش دائما هي البيست اللي هو خلينا نحكي انتي بادي حتى يتخلص بالذات من الفايرال انفكشن، من سوري الفايرال سوري من البكتيريا الانفكشن، مش هو البيست انه يتخلص سواء من كل انواع الانفكشن هو بتخلص منها. طيب فاللي وجدوه انه هو عنده اخت كانت الهيومن ليكوسايت انتيجين متطابق بينهم، فعملوا له شيء بنسميه بون مارو ترانسبلانتيشن، لانه الديفكت بالتي لمفوسايت جينيتيكلي، يعني ما فيش هذا الليجانز مش موجود على التي لمفوسايت، فراح عملوا له بون مارو ترانسبلانتيشن، وهسه صار عمره 11 سنه وبيشارك في مسابقات التزلج. ف الامور كانت كويسه يعني معه، وظبطت موضوع اللي هو بون مارو ترانسبلانتيشن. فاذا كان في عندي خلل بالسي دي 40 ليجانز بيصير عندنا شيء بنسميه هايبر اي جي ام سيندروم، هايبر اي جي ام سيندروم. الاي جي ام بيصير هو المين بالدوميننت بيصير بدل الاي جي جي. في شيء؟ هون بون مارو ترانسبلانتيشن، الاشياء اللي بتكون جينيتيكلي ممكن تنحل بالبون مارو ترانسبلانتيشن بخصوص التي والبي لمفوسايت، نحكي عن البي والتي لمفوسايت، بس في اشياء كثير بالجسم ما نقدرش نحلها بالستم سيل او البون مارو ترانسبلانتيشن. اوكي؟ طيب، في عندنا شيء بنسميها اللي هو البارت الثاني. الشاشة ما مشي عندكم سريع، هناك بنكون الامور بطيئة شوي. يعني شو يمكن بضل احكي اسكتوا واهدوا. طيب في سؤال عليه الانتراكشن؟ طيب في عندنا الاميولوجيكال ميموري اللي هو ايش اخر بارت زي ما حكيت، بحكي عن موضوع اللي هو الميموري بي وتي لمفوسايت. طبعا سم انتيجين اكتيفيتد لمفوسايت سرفايف افتر اميون ريسبونس از لونج ليفد ميموري سيل، بضل اسمها ميموري سيلز. لما بصير عندنا ري اكسبوجر للانتيجين بصير عندي رابد اكتيفيشن اوف كلونالي اكسباند ميموري بوبيليشن اند مور افكتيف ريسبونس، زي اللي هي الهاير افينيتي انتي بودي مثلا بالنسبه للسكندري ريسبونس. ايش الفرق بين البرايمري والسكندري ريسبونس؟ انه السكندري اميون ريسبونس هي بتخلي انه تو ميك مور انتي بودي برودكشن، بتكون اكثر مور افكتيف ريسبونس هاير افينيتي اند سبيسيفيك، احنا بنسميها لما بصير في عندي ري اكسبوجر. بالبرايمري ريسبونس التايم بيريود اللي بيحتاجها الادابتف، احنا بنحكي عن ادابتف مش انيت، بالادابتف اميون سيستم بالبرايمري ريسبونس حتى نشوف اول ريسبونس للخلايا سواء كانت تي او سواء كان اذا بدي اقيس اميونوجلوبولين بدي من 5 تو 10 دايز حسب طبعا الدوز تبع الانتيجين اللي بيدخل. السكندري اميون ريسبونس بصير عندي بس جاست 3 دايز بكون طالع عندي بقدر اقيس انتي بودي موجوده في السيرم، ماشي بقدر اشوف انتي بودي في السيرم بعد 3 دايز. انتي بودي كلاس المينلي بالبرايمري ريسبونس هو اي جي ام، وبالسكندري ريسبونس هو اي جي جي واي جي اي واي جي اي، هذول موستلي هم اللي بيكونوا بنفرزوا. افينيتي فور انتيجين في البدايه بتكون لو وبسبب السوماتيك هايبر ميوتيشن اللي بتصير، فالسكندري اميون ريسبونس لانه ميموري سيلز صار لها سوماتيك هايبر ميوتيشن اكثر من مره اثناء الكلونال سلكشن، فهي ايش صفت انها هاير افينيتي، الافينيتي تاعها عاليه للانتيجين، ماشي؟ فهي الفرق بين البرايمري والسكندري ريسبونس.
لو جينا على الميموري بي سيلز، البي سيلز نايف سيلز لما يصير لها اكتيفيشن باي انتيجين ديفرنشيت انتو ذا افكتور بي سيلز او بلازما سيل. البلازما سيل سكريت انتي بودي ان برايمري ريسبونس، والبلازما سيل سكريت اي جي ام از اللي هم لو افينيتي في البدايه. بالسكندري ريسبونس هير افينيتي انتي بودي يوجوالي فور ديفرنت كلاسز اللي هم اي جي جي واي جي اي واي جي اي سكريتد اللي بيكونوا هم يعني موجودات اكثر. السوماتيك هايبر ميوتيشن تيك بليس ديورنج ذا سكندري ريسبونس تو جنريت هاير افينيتي بايندينج سايت فور انتيجين. هي بتكون عندنا صارت سوماتيك هايبر ميوتيشن. بالميموري بي سيلز هي سيل ديرايف فروم ان اكتيفيتد بي سيل ذات هاز اندرجو جينيتيك تشينجز اللي هم سوماتيك هايبر ميوتيشن ان فاريبل ريجن بالفي سيجمنت اللي هم الدي ان اي تو كرييت مور افكتيف انتي بودي. وهي الميوتيشن اللي حكيت عنها هي نن هي ما فيش لها كوركشن بالذات بالبي لمفوسايت بالسايت هاد ما بصيرش كوركشن للميوتيشن، لان الميوتيشن هون هي محببه بالنسبه للبي لمفوسايت حتى نلاقي اللي هم الكلون اللي الهاي افينيتي، يعني كل ما كانت السومات كامل ميوتيشن راح تعطي هاي افينيتي هي اللي راح يصير لها كلون الاكسبانشن في النهايه. هي راح يصير لها كلون الاكسبانشن. فعندنا زي ما كلكم بتعرفوا البون مارو بتطلع اسمها نايف بي سيلز، اذا ما التقطش بالانتيجين بصير لها ابوبتوسيس او ديث خلال 2 ويكس. اذا كان في انتيجين وفي تي سي هيل سيل هيلبر تي لمفوسايت موجوده راح تتحول لاكتيفيتد بي سيلز. الاكتيفيتد بي سيلز انتيجين ديفرنشيشن بتتحول لفكتور بي سيلز او اللي هي بلازما سيل تفرز انتي بودي. نفس الاكتيفيتد بي سيلز هاي اللي اول مره شافت الانتيجين هي اللي بصير لها ايش تتحول لميموري سيلز، لانه اثناء انقسامها لكلون الفا بصير عندها سوماتيك هايبر ميوتيشن. فبتضل عندنا ايش ميموري سيلز. الفكتور بلازما سيل هاي نفسها هسا كان زمان يحكوا البلازما سيلز نفسها بتروح ميموري سيلز، هسا في اختلاف على الموضوع، في ناس تحكي لا مش البلازما سيل هي اللي بتصير ميموري، ولكن الكلون هي اللي بالاول صارت قبل ما تبلش تفرز بتصير تفرز انتي بودي هي اللي بتتحول لميموري سيلز، وعليها يعني ضد ومع. الاكتيفيتد زي ما حكينا بتصير لها ديفرنشيشن لميموري بي سيلز. هون اذا بعد انتهى الانتيجين بطل في سيميليشن بالانتيجين بصير لها ابوبتوزز بتموت. هون راح تروح الميموري سيلز في اماكن محدده في الجسم، اذا التقت بالانتيجين والتي سيل هيلب بصير لها ديفرنشيشن تحول لفكتور بي بي سيلز وبتصير عندنا بلازما سيلز، وهي بنسميها سكندري ريسبونس بتتحول عندي لسكندري ريسبونس. جينيتك موديفيكيشن اللي بصير عندي هون جينيتك موديفيكيشن هو الاي جي جي سويتشنج والهايبر ميوتيشن. الاي جي جي سويتشنج هي موجوده اصلا على الجين، هون اللي بصير في عندي ميوتيشن هذول بصيروا في هاي المرحله. في المرحله هون بصير عندي جينيتك موديفيكيشن بس بكون عندي برضه كمان ممكن يصير عندي كمان هون كلاس سويتشنج حتى للميمري سيلز بعد ما تتحول لفكتور سيلز. ممكن يصير في عندي ميوتيشن حتى للميموري بعد ما يدخل الانتيجين مره ثانيه وتصير بلازما سيل. طيب الميموري تي سيلز شوي الوضع مختلف، البي سيل بصير سوماتيك هايبر ميوتيشن بصير كلاس سويتش. طيب التي سيل تي سيل ريسبتور بتاعها ثابت، ما حكيناش انه بصير عليها ميوتيشن اصلا، مش زي البي سيلز حكينا انه لا فيها كلاس سويتش ولا فيها ميوتيشن. فشو اللي بيختلف بين التي لمفوسايت اللي هي الفكتور ماشي وين التي لمفوسايت اللي هي الميموري اللي حتى تصير مور افكتيف والافينيتي تاعها عالي، مختلف عن اللي هم التي لمفوسايت اللي بالاول. فاللي بصير عندنا بالجينز فور تي سيل ريسبتور دو نوت اندرجو اي كواليتيتيف تشينجز سوماتيك هايبر ميوتيشن نو كلاس سويتش ما بصيرش، هذا بيحدث فقط بالبي لمفوسايت. في عندنا ذير از كويكر مور افيشنت تي سيل ريسبونس لما بدخل الاكسبوجر بالسكندري ريسبونس كمان التي لمفوسايت بتكون اسرع. فشو هذا اللي بيصير؟ يعني ليش ما بتغيرش شيء على التي لمفوسايت كتي سيل ريسبتور؟ ولكن هم شو وجدوا انه ذير از سبست اوف تي سيل ذات از سيميلر تو افكتور سي دي 4 سي دي 8 هم موجودين يعني از ميموري سيل سي دي سايتوتوكسيك والسي دي 4 موجودات از ميموري سيل وبيستجيبوا بسرعه. ما في تغيير على التي سيل ريسبتور، لكن اللي بيختلف ديفرنسز ان سيل سيرفيس بروتين. بعض السيل سيرفيس البروتين perhaps the most significant being changing موجود بالسيل اديجين موليكولز الموجودات على التي لمفوسايت. الاديجين موليكول لايك اللي هو السلكتين موجود اكثر ليفل تاعه على النايف تي سيل بس اللي هو بيكون لور على اللي هم الميموري سيلز. كيف لور؟ يعني طب شو بيفرق السلكتين
عشان يكون عندي بالهاي ليفل بالنييف وقلبي اللي هم الميموري سيلز. الميموري سيلز اذا كان عليها اقل 1000 سلكتين فراح تضل تعمل ريسيركوليشن بتوين البلاد والتيشو، لكن النايف راح تضل تعمل بين البلاد واللنف نود. يعني هاي الميموري بتضل تتجه اكثر للتيشو، عشان هيك لما بدخل للانتيجين بتلاقيه بسرعه. هذا الفرق اللي بخليهم يعملوا هيك هم الانتيجين ملكرز اللي على السيرفس بكونوا اقل بالنسبه لهم الميموري سيلز من زي السلكتين، بكون عندي اقل من اللي هم النايف تي سيلز، عشان هيك بصير يعمل ريسيركوليشن اكثر بين البلد والتيشو، بضل يطلع من البلد على التيشو على التيشو على البلد كميموري سيلز، عشان ايش؟ يكون عشان هيك بتكون استجابته اسرع. طيب بالنسبه للنايف تي سيلز نفس الشيء، مقارنه بينهم هم سلو ريسبونس بيز ان لمف نود، تعتمد على اللمف نود، يعني الاكشن تبعها بيكون باللمف نود بدايته. الميموري تي سيل هي فاستر ريسبوندر، بيكون اكثر بالتيشو. وفي عنا شيء بنسميه ايبيجينيتيكلي موديفايد، يعني اعتمادها اكثر على ايبيجينيتيكلي. وانا سالتهم بالشعب الثاني شو يعني ايبيجينيتيك، وانا بتذكر انه انا شرحتهم في يوم ما في مش في مكان ما في مساق ما اسمه جينيتكس. شو يعني ايبيجينيتيك تشينجز؟ واحد واحد عشان افهم. انت بالاول تنشوف بتضيفي مولكيولز على الدي ان اي ميثيليشن مثلا، بتغير السيكونس؟ ما بغير السيكونس بس بغير ترانسكريبشن تبعه. انت هيك بتحكي. في حدا عنده ثاني اجابه؟ ايش اللي بصير بالإبيجينيتيك؟ تفضل. شو اللي بصير؟ يعني شو يعني إبيجينيتكس؟ بلاش شو بصير؟ شو بصير؟ اها. يعني يا اما بتاثر يا اما بتثبط، يعني ما بيشتغلش يا اما بيشتغل، يعني سويتش اون او حسب الانفايرمنتال فاكتور اللي بتدور بالمحيط. حدا عنده شيء ثاني؟ نعم. اه بصير عيونه هيك؟ لا مش رح يصير عيونه هيك، لا مش رح يصير عيونه هيك، لا مش رح يتغير، لانه شكل العيون مالوش علاقه بالابيجينيتكس. لا مش رح يصير عيونه هيك. أنا سكنت بألمانيا 8 سنين بس ما صرت الشقرة. أنا سكنت بس ما صرت الشقرة، ما صارش عيوني خضر. 8 سنين قعدت عندهم بس ما صارش عيوني خضر. تحولنش. إلا إذا بدي أحط لينسز شيء ثاني. طيب أنا قلت لهم والله ما بقول لكم الشعب الثاني شو يعني، عشان ترجعوا أنتم للجينيتكس تشوفوا، يعني قربتوا من الموضوع. ارجعوا شوفوا شو اللي بيصير على التي لمفوسايت، بيصير بجينيتكلي مش ميوتيشن زي ما بصير على البي لمفوسايت. طيب. السترينث اوف ريسبونس، الريسبونس بيكون لو ريسبونس بالفيرست، يعني بالريسبونس او النايف بيكون شوي مش قوي ريسبونس، لكن بيكون عندي اللي هم هاي بالنسبه للميموري تي سيلز. سبيسيفيسيتي هي هاف مور سبيسيفيك، بتكون بالتي هيلبر فينوتايب فور دي شوز. المقصود فيها سبيسيفيسيتي هون مش للانتيجين، سبيسيفيسيتي للتيشو اللي قاصدينها فيها هون. يعني في تي سيل سبيسيفيك لتيشو محدد لاورجان محدد، لا هي بتكون جنرال، لكن هناك بتكون اكثر سبيسيفيك للمكان اللي لقت فيه الانتيجين اول مره، بتحسها بتضل تلف وترجع على نفس المكان، هي بتكون تيشو سبيسيفيك اكثر من اللي هم اللي هم التي لمفوسايت العاديين اللي هم نايف بالاول. طيب لو نيجينا على النايف تي سيل بتصير لها، لانه كمان لما بتلاقيش انتيجين بصير لها ابوبتوسيس بتموت، ولكن هي فتره اطول من البي لمفوسايت، يعني مش بعد اسبوعين زي البي لمفوسايت، لكن ممكن تقعد 2 ييرز او اكثر بدون ما تلاقي انتيجين وتضل موجوده. لما بتصير دخول انتيجين مع الانتيجين بريزنتنج سيل، يعني الاكتيف يعني الانتيجين بريزنتنج سيل حامل الانتيجين، تتحول لاكتيفيتد تي سيل. الاكتيفيتد تي سيل تتحول لفيكتور تي سيلز، هم بيحكوا سياتي بالنسبه للبي لمفوسايت بتصير من هون اكتيفيتد بي لمفوسايت تتحول لميموري سيلز، لكن هالحكي بصير بالنسبه للتي سيلز مش معروف انه فعلا من هون بتصير ميموري سيلز، لكن المعروف اكثر هي اكثر من الفكتور هي اللي بتتحول لميموري تي لمفوسايت. يعني فيش انتيجين كمان حتى للفكتور تي لمفوسايت، لما يكون الانتيجين مش موجود او ينتهي الانتيجين خلاص بتموت، بتنتهي بتبطل موجوده، والميموري سيل تي سيلز بتضل موجوده تنتقل للتيشو بين التيشو للبلد،
حتى تلتقي بالانتيجين مرة ثانية، نفس الانتيجين بتتحول لإفكتور تي لمفوصات، وبعد كده تي هيلبر أو تي سايتوتوكسيك بنفس الأكشن اللي إحنا شايفينه بنفس الطريقة. اللي بيصير عندنا هون التغيير إيبيجينيتك موديفيكيشن، سايتوكاينز جين ممكن يصير فيه شيء يصير له سويتش أون سويتش أوف، سيلولار أدهيجن موليكولز جين زي ما حكيت عدتي نايف عليها مثلا السلكتين أكثر من الميموري تي سيلز، عشان هيك الميموري بتضل تنتقل بين التيشو مش بتضل تفوت على اللي هم الليمف نود. طيب بالنسبة للليمفوسايت هوميوستاسيس كمان نقطة مهمة، إنه كان أور بادي كيب ذا تريمندس نمبر أوف ميموري تي سيل جنريتد، تقدر تحتفظ فيهم كلهم؟ لا مش كلهم، موست أوف ذيم ذي آر داي باي أبوبتوسيس بعد فترة، لكن بعضهم بيضلوا فترة طويلة، ممكن يضل كلون أوف ميموري سيل سرفايف فور لونج تايم. هي شغلة خلينا نحكي عشوائية اللي بتصير أو راندوملي، إنه جزء منهم بيروح، لازم يكون بالبالانس بتوين نيدد فور كلونال اكسبانشن ذا نيد فور مينتين ميموري سيلز. يعني أنا مش ضروري أخلي مليون خلية ميموري سيلز لنفس الأنتيجين، جزء كبير هو بضل 1 كوبي أو 2 كوبي منهم موجودين والباقي بيصير لهم أبوبتوسيس وبيموتوا. تفضل. ليش بتعيش الميموري أكثر من الخلية العادية؟ لا هي مش هيك، هي حسب يعني عند ناس وناس. يعني انا ممكن تلاقي عندي ميموري سيل بتضل 60 سنه عند نفس الشخص، اخذ نفس الفاكسين بس الميموري تاعته ما بتضلش عايشه. مش هي حسب الجسم، يعني الجسم هو بيحافظ على جزء بخلي جزء ما بخليش جزء. يعني اللي بصير عمليه بالانس، انه انا بقدرش احافظ كل الميموري سيل اللي تضل موجوده، ففي جزء بموت راندوملي وفي جزء بضل. فعند نفس الشخص ممكن تلاقي انت عندك الميموري سيلز موجوده بس عند الثاني مش موجوده. فاهم علي؟ يعني بتختلف بهي الناحيه. طيب البالانس هي رح تعمل بالانس، هي طبعا موست افكتور سيل داي، الافكتور سيلز بتموت بعد ما ينتهي الانتيجن، يعني بعد ما ينتهي الميكروب ينتهي المعركه كل الافكتور بيموتوا ما بيضلوش، واللي ما لقوا انتيجن اصلا كمان بيموتوا زي البي لنفوسايت بتموت ما بتضلش موجوده بالابوبتوسيس. بس جزء زي ما حكينا في بعض من الميموري سيلز بيضلوا كلونز بعض الكلونز، وهي كمان بتعتمد على السايتوكاين مينتيننس اللي بيكون موجوده في الانفايرمنت، مين يضل ومين ما يضلش حسب اللي هو السايتوكاينز الموجود. ليش الميموري سيلز بتضل حتى اطول فتره اطول من النييف او من الافكتور تي سيلز او بي سيلز؟ وجدوا انه اللي هم الميموري بي او تي لنفوسايت وجدوا انهم بي سي ال فاميلي بروتين عالي عندهم اكثر من الخلايا العاديه. يعني هاي الخلايا الميموري سيلز في عندها بي سي ال 2 بي سي ال اكس ال مثلا بي ال سي دبليو، هذول اللي هم انتي ابوبتوتيك اللي هم بالديد جين هم عاليين، فهذا ما بصيرلهاش ابوبتوسيس. طبعا هاي انا الرسمه توقعت انه الكل بيعرف شو اللي بيصير او حافظين هالابوبتوسيس كيف بيصير. عندنا اللي هم سايتوتوكسيك تي لنفوسايت مثلا فاست، والتارجت سيل في عندنا مثلا فاست ليجنت بيرتبطوا مع بعض، بيصير في عندنا اللي هم كلسترنج اوف موليكول اكتيفيت بايوكيميكال كاسكيد ليدنج اللي هو حتى يوصلوا للكاس بيزز. بالاكتيفيتد انزايم اللي هو الاكتيف كاس بيزز بيصير اكتيف كاس بيزز، والاكتيف كاس بيزز بيدخل عندنا انكتيف اللي هو سي اي دي بتحول لاكتيف بالاكتيف كاس بيزز لاكتيف اللي هو سي اي دي، وبعدين بدخل للنيوكليوس وببلش يعمل ديجريديشن ودي ان ايزز بيعمل ديجريديشن للدي ان اي، فببلش الفراجمنتيشن بالدي ان اي من هون. ماشي. الميموري سيلز عندها هذول اعلى، في عندنا طبعا في عندنا بي ال باكس والباك، هذول ايش؟ بسموهم برو ابوبتيتك، هذول انتي ابوبتيتك فاميلي، هذول انتي ابوبتيتك فاميلي اعلى في الميموري سيلز من اللي هم الافكتور والنييف تي اند بي سيلز. اوكي؟ انا هون حكيت كتبت كيف بيصير الابوبتوسيس، انا متوقع كلكم بتعرفوه، تيجر باي فاس اند فاس ليجند انتراكشن، الفاس اون تارجت سيلز والفاس ليجند اون تي سيلز مثلا اذا كانت تي سيل، تيجر باي كيميكال باث واي اكتيفيت كاسبيز، الاكتيفيت مور اند بروتيك انزايم منهم الكاسبيت اكتيفيتبل دي ان ايزز بيسموها، بتروح على دي ان اي بتعمل له ايش؟ فراجمنتيشن. والسيل ديث جينز اند سيل ديث انهبيتوري جين ميموري هاز مور اوف اللي هم السيل ديث اللي هم انتي سيل ديث بيكون عندهم اكثر من اللي هم الخلايا العاديه. بس لهون بيكون كملنا. اذا في سؤال لهون داخل بالمد مره ثانيه لنهايه هاي المحاضره،
المحاضرة بكرة ما فيش مرة تانية، والثلاثة رح أنزل أو بكرة الثلاثة، لا بكرة يا بعد بكرة رح تنزل محاضرة تسجيل. بس في أسئلة أو استفسارات؟ أي سؤال أي استفسار؟